صباح الخير لك المشاهدي الإخبارية السورية، يوم جديد والنهار جديد، إن شاء الله يا رب يكون مكلل بالخير وراحة البال ورزق الكتير لكل الناس، وإن شاء الله يا رب دائما تكون أمانينا محققة مع بداية هذا الأسبوع الجديد اللي هيك إن شاء الله يا رب نكون هيك مشحونين في بطاقة إيجابية دائما. يا رشا ويسعد صباحك. صباح الخير يا نيرمين، الحمد لله على سلامتك. أول شيء يوم جايتنا بطاقة كتير حلوة، طاقة حلوة من موسكو. من موسكو، صباح الخير نيرمين من موسكو. يعني اليوم طلعت علينا بعد غيبة أسبوع، بس اشتقنا لك يعني. وأنا كمان بدي صبح عليك نيرمين، وصباح الخير لكل الأشخاص اللي رافقونا بصباحنا لليوم. يا رب هذا النهار يحمل معه كل الخير والطاقة الحلوة، الطاقة الإيجابية اللي نحن مفروض من خلالها نبلش نهارنا، ونقول يا رب. خلونا نروح لفاصل ونكون بأولى فقرات صباحكم غير لليوم. اليوم 15 تشرين الأول، كثير من الأحداث تسجلت بتاريخ اليوم. قراءة سريعة لذاكرة اليوم. بعام 1912 فاغنر يتمكن من صياغة نظرية الانجراف القاري، ومثل اليوم من عام 1955 تأسيس اتحاد إذاعات الدول العربية، وبعام 1964 تفجير أول قنبلة ذرية صينية، ومثل اليوم من عام 2015 علماء أثر أمريكيون يعلنون اكتشافهم أطلال مدينة سودوم بعد 10 سنوات من التنقيب. ومن الشخصيات اللي سجل تاريخ ولادتها اليوم، بعام 1844 نيتشه فيلسوف وشاعر ألماني. ومن الشخصيات اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1964 كول بورتر موسيقي أمريكي، وبعام 2018 بول ألين رجل أعمال أمريكي قام بإنشاء شركة مايكروسوفت بالمشاركة مع بيل جيتس. واليوم 15 تشرين الأول هو اليوم العالمي لغسل اليدين. وبأولى تقاريرنا لليوم وإلى المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث أقيم منتدى الإبداع للفنان أسعد فضة برعاية وزارة الثقافة، وذلك تكريما له على مسيرته الفنية المليئة بالعطاء، ولقاء يجمعه مع طلبة المعهد. حنشوف الفيديو ضمن المادة التالية. الملتقى هو حوار أكاديمي إبداعي بين صاحب تجربة، وهذه التجربة ليست عادية إنما تجربة قدوة لطلاب المعهد، وهذا اللي عم يحققه ملتقى الإبداع، وهذا اللي لمسناه وهذا اللي شفناه من خلال كل الملتقيات. من الأسماء الكبيرة اللي بنفخر ونعتز مع السيد منى واصف، غسان مسعود، تيم حسن، أسامة الروماني، نضال الأشقر، عبد المنعم عماري بالموسم الماضي، واليوم نبدأ موسم هذا العام ونفتتح عامنا الدراسي بالقامي الكبير أسعد فضة. والحديث عن أسعد فضة هو حديث عن شخص صاحب تجربة ودروس قدمها بحواره مع طلاب المعهد من خلال تجربته الطويلة، مواقفه، معرفته، تدريسه في المعهد، استاذ أول دفعة تخرجت، مؤسس لهذا المكان. وهذا هذا هذا مشوار إبداعي ليس بالقليل. يعني أسعد فضة شخص ورقم صعب في المشهد المسرحي المحلي والعربي أيضا، ومهرجان دمشق المسرحي اللي كان مديره على مدى دورات طويلة شاهد على هذا. مشان هيك بشوف إنه الملتقى يقدم فائدة معرفية وفائدة على صعيد البناء الشخصي للطالب اللي يستفيد من كثير من الدروس.
وأولى مساحاتنا الصباحية لليوم رح تكون بعالم الطب والتغذية، ورح نحكي عن مشكلة بتعاني منها كثير من السيدات، هو تراكم الدهون بمنطقة البطن. شو أسباب تراكم هي الدهون وشو الأغذية اللي بتساعد على تراكمها؟ كيف ممكن نحن نعالجها؟ بكثير من الاستفسارات بيسعدنا نطرحها على استشارية التغذية دعاء الخطيب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير دعاء. صباح النور. أهلا وسهلا بحضرتك. عم نحكي عن نقطة اليوم بتهم الشباب والصبايا بشكل عام، ولكن اليوم هيك خلينا نركز شوي على الأنثى. دائما هي عندها وخاصة بعد سن الأربعين بيكون صعب إذا بدها هي الدهون. خلينا نحكي مبدئيا شو سبب تشكل هي الدهون؟ هلأ بجسم الإنسان في 6 أنواع من الدهون، واحد منهم الدهون الحشوية. دهون البطن بتكون هي نمط من نمط الدهون الحشوية. شو يعني حشوية؟ أغلب الأشخاص رح يسألوا شو هي الدهون الحشوية. الدهون الحشوية هي الدهون اللي بتكون حوالين الأعضاء، سواء كلية، أمعاء، معدة، كبد. فهي الدهون بتبلش تتراكم أول شيء حوالين الأعضاء. في شيء اسمه عنا تجويف بطني، بتبلش هي تعبي التجويف البطني لحتى تظهر فيما بعد على شكل كرش، إحنا اللي بنشوف المحصلة النهائية كرش. على شكل كرش طبعا. وهي هي مو بس عند النساء، وهي عم نشوفها رائجة كمان حتى عند الرجال. وعم بتكون المشكلة الأساسية إنه أغلب الأشخاص بيقولوا إنه لأنه فلان بيأكل كتير، فلان حركته قليلة، فلان لأنه بيأكل سكر كتير، فلان وجباته بتتعدد. فهي للموضوع تراكم دهون البطن عم بيكون فيه كتير عدة أسباب، بس في أسباب ظاهرة وفي أسباب اللي إحنا ما بنكون بنعرفها. نحن بنعرف في هرمونات بجسمنا بتضبط شيء، موضوع تخزين الدهون، حرق الدهون، موضوع تمثيل الغذائي بجسمنا. في دراسة هي جديدة مرتبطة بين إنه الكورتيزول، هرمون الكورتيزول اللي بتفرزه الغدة الكظرية، وبين موضوع تخزين الدهون بجسمنا. فنحن بنلاقي إنه أغلب الأشخاص اللي بيعانوا من إجهاد، من توتر، من ستريس، بيرتفع عندهم هرمون الكورتيزول. قادر هذا الهرمون إنه هو يحدث لنا نمط جديد من السكر بجسمنا عن طريق تصنيعه بالكبد من مصدر غير الكربوهيدرات، من مصدر إما إنه يكون بروتين أو بيكون من مصدر من الكيتون أو بيكون من مصدر الدهون. كل ما ارتفع هرمون الكورتيزول بجسمنا قادر إنه هو يرفع لنا من هرمون الأنسولين السبب إنه ارتفع عنا السكر. بس ارتفع السكر بيزيد عنا ارتفاع هرمون الأنسولين ليقدر يحرق هالكمية الكبيرة من السكر. وبنعرف نحن أنه هرمون الأنسولين هو الهرمون المسؤول عن تخزين الدهون بداخل جسمنا. هي أول دراسة. تاني دراسة بتقول أنه كتير من الأشخاص جربوا حميات وجربوا رياضة وما قدروا يلاقوا نتيجة حتى بتذويب بموضوع البطن، دهون البطن، لأنه هي مثل ما بقول دهون صعبة. هي صعبة دعاء كتير. هي دهون كتير عنيدة، هي ما بتتشكل بيوم وليلة، هي بتكون تشكيلة تراكمية عبر الأشهر والسنوات، لأنه نحن عم نشوف نتيجة نهائية بعد ما تعبى التجويف البطني عنا بالدهون. شفنا نحن نتيجة نهائية. كمان في دراسة تانية بتقول إنه بعض الأشخاص اللي عندهم نقص بفيتامين دال كمان هن عم بيعانوا من تراكم الدهون بمنطقة البطن، لأنه نحن بنعرف إنه هلأ فيتامين دال هلأ صار اسمه مسمى جديد اللي هو هرمون دال. هذا الهرمون قادر إنه هو يتدخل بعمل 71 أنزيم بجسمنا. فلما بيكون هو عنا ناقص ومشينا بحمية ومشينا برياضة ما رح نحصل على النتيجة المطلوبة إذا كان هذا الهرمون ناقص. ونحن كتير بنعرف إنه فيتامين دال بنحصل عليه إما بالتعرض لأشعة الشمس 3 مرات بالأسبوع لنحصل على حاجتنا اليومية، بالشتوية بتكون من الساعة 10 للساعة 12، وبالصيف بتكون من الساعة 8 الصبح للساعة 10، أو بنحصل عليه عن طريق المكملات الغذائية أو عن طريق الأكل. حكينا معك دعاء عن أسباب تشكل دهون البطن، خلينا نحكي عن الأغذية يلي بتساعد على حرق هاي الدهون. كتير بنشوف وصفات بتقول اخسر منطقة الكرش مثلا أو تذويب الكرش بأسبوع، بعشرة أيام، بيوم، يعني بتختلف القصص. ففي هيك شيء يعني هيك في هاي الوصفات ممكن تكون عن جد هي فعالة؟ طبعاً. وشو الأغذية اللي ممكن تساعدنا بتزويد؟ طبعاً في هيك شغلات. طبعاً أغلب الأشخاص ما بيعرفوا إنه الغذاء هو المسؤول عن ضبط الدهون بكل جسمنا. كتير في بتلاقي مثلاً بنات بتلاقي منطقة البطن عندهم دايبة، بالمقابل في بنات بتلاقي مجرد أكل ولقمة أو لقمتين بعد شهر من النمط الصحي اللي هن متبعينه وصار في عندهم تشكل للدهون بمنطقة البطن. آخر دراسة أجروها باليابان طبقوا حميات غذائية مع بعض الأغذية اللي هي موجهة لحرق دهون البطن، فلاقوا مع الحمية ومع نزول الوزن منطقة البطن كلها دابت. فهون احنا يعني نستنتج انه في أغذية موجهة لحرق دهون البطن. طبعا انا دائما بنصح، دائما بنصح او انا اي حدا بدي مشي دايت وبعرف انه بعد ما خسر من المنطقة بجسمه ونزل للوزن اللي بده يضل عنده منطقة البطن،
البطن، بدي احاول بالبرنامج اللي بعد دخل اغذيه موجهه لحرق هاي المنطقه. اول شغله بفضل البيض. البيض هو خيار رائع وممتاز لانه هو غني بالبروتين اللي جسمنا بحاجه له، بالاضافه الى انه البيض زيرو كارب، يعني لما بفوت على جسمنا ما عم بيعزز لنا من افراز الانسولين بجسمنا، بالعكس عم بفرز من الانسولين المضاد لهرمون الانسولين اللي هو الجلوكاجون اللي هو قادر انه يحرق لنا دهون البطن، بالاضافه الى انه كمان البيض غني بمركبين اللي هو الليسيثين والكولين، واحد بيقدر انه هو يذوب لنا من دهون الكبد والثاني قادر انه يكسر لنا دهون الكبد. كمان في عندي خيار ثاني اللي هو خل التفاح. كثير من الاشخاص بيقولوا لك خلي التفاح وعندهم وغوشه وخوف منه، بس عندهم مشكله بالمعده بخافوا من هي القصه. هلا اكيد الاشخاص اللي عندهم مشخص عندهم مشاكل بالمعده سواء قرحه او عندهم نزوف او اي مشاكل، فنحن دائما بنحاول انه احنا نبعد عن شيء اسمه خلي التفاح. بس هلا اللي بيواظبوا على تناول خلي التفاح بمعدل اشهر 6-10 سنه بكميه نحن بنحددها بوصفه هلا انا رح احكيها، بدهم يشوفوا نتيجه وخاصه بمنطقه دهون البطن. خلي التفاح غني بحمض الخليك اللي قادر انه هو يعزز لنا من فعاليه الكبد، قادر يحرق لنا دهون الكبد، قادر انه يخفض لنا الكوليسترول، قادر يخفض لنا الشحوم، بالاضافه لاحتواء كمان خلي التفاح على البكتيريا النافعه على جسمنا اللي هي البروبيوتيك اللي قادرة تعمل لنا تمثيل غذائي أفضل من الأحوال العادية. بنصح أنا دائما الأشخاص اللي حبوا يتبعوا خلي التفاح بنظامهم الغذائي إما بيضيفوه للسلطة أو بيضيفوه على شكل كوب مخفف، معلقتين الصبح ومعلقتين المساء قبل النوم. وبعض الأشخاص اللي بيخافوا على صحة أسنانهم ممكن إنه يشربوا المحلول بالشلمونة. عندي كمان الخيار الثالث اللحم الحمراء مع دهون. يعني هلا كمان بعض الاشخاص خلينا بس قبل ما نقطع خلي التفاح، في ناس بتاخده قبل بعد الوجبه فورا، تاخذ معلقه من دون ما تحلها بمي او سلطه، هذا شيء صح او لا؟ اليوم اذا اليوم انا ما حبيت اخذها مع سلطه او اكسرها بمي، فيني اخذها هيك مثل ما بيقولوا سف بعد الاكل او لا؟ هلا اكيد ما فيني لانه هي بالنهايه ماده حمضيه مؤذية. ماده حمضيه مؤذيه. هلا ما فيك تقولي مؤذيه بمعنى مؤذيه، رب العالمين خلق كل عضو بجسمنا بتعايش بوسط معين. صحيح. عصاره الاملاح الصفراويه قلويه، عصاره الامعاء قلويه، الوسط بقلب المعده هو حامضي، فنحن لما عم نتناول خلي التفاح باول تمثيل غذائي عم بصير وهضم عنا بالتم، بعدين عم بنزل على المعده اللي هو وسطه حامضي، فلما عم نكون احنا عم نستخدمه بطريقه صح ما رح يكون فيها الاذيه، بس انه انا استخدمه بطريقه مو مركزه ودايركتلي بعد الوجبه ما رح اخذ انا الفائده. الوقت المناسب دائما انا بنصح فيه مرتين بقلب النهار، مره الصبح ومرة المساء، ودائما عن وقت الوجبة. تمام. في ناس كثير انا بشوفهم بخلصوا غداهم وبياخذوا خلي التفاح. غلط هذا الشيء لانه انا ما فيني تركيز المادة الحمضية زيادة، انا باخذها ضمن المعقول. في شيء اسمه حاجة، الحاجة اني انا بدي احرق دهون معينة بفوته على جسمي بلمت معين، معلقتين الصبح ومعلقتين المساء. بحكي معلقة صغيرة. معلقتين كبار الصبح ومعلقتين كبار المساء قبل النوم بنص ساعه، بنكسرهم بكاسه مي اللي هي كاسه العصير اللي بنشربها، ونحاول قلت لك الاشخاص اللي بيخافوا على صحه اسنانهم انه هن يشربوا بالشلمونه مشان ما يصير في اذيه للاسنان. في نوع محدد؟ احنا دائما بنشوف الخل المايل على بني، الخل الابيض، في حتى بالصيدليه صار انباع خل طبي للتنحيف، يعني فما بعرف اذا طبيا مصدق، يعني في صدق بهي القصه انه هذا خاص للدهون او لا. هلا الدراسه اللي أجروها على خل التفاح الخام الأبيض طبعاً، لأنه أنت أي شيء ملون بدك تشربيه مع المي ما رح تقبله نفسك، لا بنشربه أبيض أو خلي البلسميك، النوع الثاني البلسميك، فإحنا عنا نوعين. الخيار الثالث من الأطعمة اللي هي قادرة أنه تحرق لنا دهون البطن اللي هي اللحمة الحمراء مع دهون. كمان كثير اشخاص رح يقولوا انه لحمه حمراء مع دهون، طبعا ما في حميه بتصير صح وبنقدر نحرق فيها الدهون وخاصه دهون البطن اذا احنا ما تناولنا الدهون الصحيه بشكل صح وفاتت لجسمنا. كثير من الاشخاص بخافوا من الدهون انه انا وجبه بدي اكل فيها دهون. نحن بنعرف انه الدهون مفيده جدا للجسم، كل واحد جرام منها بتعطينا 9 كالوري، مصدر طاقه كبير، بالاضافه انه احنا عندنا عدد كبير من الفيتامين ما بتنحل غير بالدهون مثل دال وكاف واي واي، فاحنا لما بنحصل على وجبه فيها لحمه حمراء مع دهون بنكون حصلنا على وجبه مالتي فيتامين بالاضافه لمغذي وبروتين عالي وزيرو كارب، ما رح يقدر يفرز لنا الانسولين وفيما بعد يتخزن على شكل دهون بالبطن. الخيار كمان عندي الرابع اللي هو عندي مخلل الملفوف. كمان مخلل الملفوف من اروع الاغذيه اللي نحن ممكن نرفقها بنظامنا الغذائي
سبب خلي الملفوف بيحوي كمان عنا على البكتيريا النافعة اللي هي البريبيوتيك اللي قادرة إنه هي كمان تزيد لنا من فعالية الأمعاء، تزيد لنا من حساسية تمثيلنا للتمثيل الأكل والغذاء والأكل وتمثيلنا الغذائي للطعام، بالإضافة كمان لخلي التفاح قادر إنه يحرق لنا دهون البطن، قادر يعزز لنا من فعالية كمان الكبد، بالإضافة لاحتواء مخلل الملفوف. مخلل الملفوف. المخلل اليوم أنت عم تحطي له خل ملح عم نكبسه بخل وملح. الملح ما بيرفع كمان بيعمل احتباس سوائل. يعمل احتباس سوائل يمكن. هلا بعض الأشخاص اللي عندهم ضغط هن ما رح يشربوا مع الليكويد اللي فيه، بدهم ياخذوا هن الملفوف أو مخلل الملفوف. نحن فينا نتناول الملفوف أو مخلل الملفوف، بس احنا دائما اي معلومه بنحكيها بنحاول انه نحن نتجنب الاشخاص اللي هن عندهم امراض. فالاشخاص اللي عندهم ضغط اكيد ما رح فيهم يكتروا الاطعمه، يكتروا من الاطعمه اللي فيها ملح. بس في معلومه مهمه لازم احكيها، انه مخلل الملفوف كوب واحد منه بيحوي على 700 ميلي جرام من فيتامين سي المهم لعمل الغده الكظريه اللي هي بتنتج بالاصل الكورتيزول. لهيك لما نحن بنعاني من تعب وستريس وجهد فبأغذيتنا عم تندرج هاي الاطعمه، فبيكون حده التوتر اخف وبالتالي افراز هرمون الكورتيزول من الغده اقل وتخزين الدهون فيما بعد رح يكون اقل. في كمان عندنا الاغذيه اللي بتحوي على الاوميجا 3 مثل السالمون ومثل السردين. في بعض الاشخاص ما بيحبزوا انه هن ياكلوا السردين، ممكن يتعاطوه على شكل مكملات غذائيه. الاوميجا 3 هي حمض دهني غير مشبع، بنحصل عليه اما عن طريق الاغذيه او بنحصل عليه عن طريق المكملات، قادر يزيد لنا من حساسيه الانسولين، قادر يزيد لنا من عمليه التمثيل الغذائي، بالاضافه الى انه هو مضاد اكسده لجسمنا وبمنع فيما بعد تخزين الدهون بجسمنا. في كمان عندنا عدد كبير من الاغذيه بتتلخص بالأفوكادو. كمان الأفوكادو بيحوي على مادة الأفوكاتين، هي المادة هي مضاد أكسدة عالي، كمان حمض دهني غير مشبع، قادر إنه هو يمنع من تخزين الدهون بالكبد، قادر إنه يزيد لنا من حساسية الأنسولين، وقادر إنه هو يعمل لنا تمثيل غذائي صح بجسمنا. في كمان عندنا بعض الأشخاص بيقولوا لك إنه أنا ما فيني ماسك حمية نباتية، ما فيني للأغذية اللي هي بتحوي مثلا على لحوم وسمك وغيرها. الأشخاص كمان اللي نباتيين ممكن إنه هن يتوجهوا على الخضار الورقية مثل السبانخ، مثل البروكلي، مثل الجرجير، كمان هاي الأطعمة قادرة إنه هي تحرق لنا دهون البطن. السبب هاي الأطعمة غنية بالبوتاسيوم وبالمغنيسيوم، البوتاسيوم هو مهدئ فيزيولوجي قادر يساعدنا على النوم، بس انضبط موضوع النوم عنا انضبط موضوع افراز كمان هرمون الكورتيزول، بالاضافه للمغنيسيوم قادر يزيد لنا من حساسيه الانسولين، قادر يخفض لنا من الكورتيزول، وبالتالي كمان قادر انه يحرق لنا دهون البطن. طيب خلينا نسالك اليوم ايضا بعض النساء وخصوصا بعد الانجاب بيعانوا من دهون او اذا فينا نسميها هي كرش صغير. نعم. فحتى مع تعدد الولادات بنلاقي الحجم هاي المنطقه عم بيزيد، هل هو دهون ام هو جلد زائد؟ وكيف ممكن نحن يعني كيف ممكن السيده تقدر تتخلص منه؟ هلا اغلب النساء اللي هن بيعملوا عمليات قيصريه بيشكل عندهم هذا البطن، طبعا هذا البطن ما بيكون دائما هو دهون، لانه بعد الفتره لما بتخلص المراه مرحله الولاده ومرحله قطعت مثلا لنفرض سنه للسنه ونص، فهو فعليا اذا كانت هي دهون متراكمه مع تخفيف اكل بالاضافه للرياضه فهو المفروض انه يخف. بس اغلب النساء ما بيخف موضوع البطن اللي بتشكل عندهم بعد الولاده القيصريه، بضل متني، بضل تارك هي التتنايه. ممكن سبب شق العمليه تماما، هي طبقات الداخل بيعمل جراحي وطبقات وصار في خياطه، فاكيد قد ما كان في دهون كثير كبيره بعد فتره رح تدوب. بس هي الدهون نحن بالنسبه لنا اذا كانت ناتجه عن زياده وزن، فاحنا بالنسبه لنا رياضه مع شويه حميه غذائيه مع بعض الاغذيه اللي ذكرناها تتخلص منه. ممكن تتخلص منها، بس هي الثانيه مستحيل تروح. هي الثانيه بدها تضل عمليه طبعا ولاده بعد ولاده طبعا، لانه الجرح رح يرجع يتكرر وهو بالنهايه جلد عم بمط وعم برجع يرجع لحجمه الطبيعي، فمره على مره بدها ترجع هي الكميه الدهون بهي المنطقه رح تزيد. اخر مرحله انه هي تنجب ولد وتعمل شد، اخر مرحله. ما انك فتنا بموضوع الشد، رحنا شوي هلا للنقطه التجميليه. اليوم صرنا نشوف كثير من الصبايا صار الحل الاخير لهم اذا كان ما كثير في حجم كبير روح لعمليه الشفط الذاتي، شفط الشحوم. انت مع هاي العمليه؟ وشو نتائجها بعدين؟ رح ترجع من اول وجديد تتراكم هاي الشحوم بنفس المنطقه او ممكن تخف يعني العضله تاخذ شكل ثاني؟
هلا هو دائما الشفط بيكون موجه على الدهون وليس العضله، العضله ما بصير فيها دهون، الشفط بيكون موجه على الدهون. دائما اي شيء مثلا انت شفطتي لنفرض من منطقه الوركين كميه لنفرض كيلو من الدهون، رح نرجع احنا بعد ما نتبع نظام غذائي غلط وما نلعب رياضه، هي الكميه اللي سحبناها رح ترجع بعد كميه الاكل رح تفوت على جسمنا ترجع تتراكم بنفس المنطقه. بنفس المنطقه؟ بنفس المنطقه طبعا، لانه نحن بالنسبه لان هي عمليه مؤقته بتتخلصي من حجم الدهون بالمنطقه اللي هي زعجتك مؤقتا، بس فيما بعد اذا ما تابعتي على انك انت تحافظي على الشكل اللي وصلتي له مع الرياضه ومع النظام الغذائي رح ترجع هي الدهون تتراكم. بس اذا مو بهي المنطقه الزمنيه، يعني انا اليوم شكلته عبر سنوات من الدهون يعني وشلته شفطته صبية راحت وشفطته، قد المدة يعني انه ممكن اذا كان النظام الغذائي سيء او مو ظابط عندها ممكن ترجع هاي سنوات او اشهر ممكن نشوف انه رجعت المنطقه مثل ما كانت؟ هلا رشا حسب طبيعه هي البنت، نحن بنعرف انه كمان في اغلب البنات بموضوع الوراثه الدهون تتراكم عندهم بالوركين وبمناطق الفخاذ، فبنات ثانيين لا بالوركين ممكن هي تكون خساره وزن كانت اسهل عندها لما هي اتبعت عمليه الشفط، بس تراكم الدهون رح يرجع فيه معه كمان اسرع، لانه هي بالاصل كان شكل جسمها قبل الشفط انه الدهون متمركزه بمنطقه الفخذين لنفرض والوركين، فحتى لو عملت عمليه شفط حتى لو عملت عمليه انه هي روحت كل الدهون اللي زعجتها بهي المنطقه فيما بعد لو هي ما حافظت على الشيء اللي وصلت له رح ترجع النتيجه مثل قبل واكثر واكثر واكثر. خلينا وما بنصح انا خلينا بالوقت المتبقي معك يا دعاء نقدم نصائح، سميها هيك نصائح ذهبيه اليوم لكل سيده حابه تتخلص من دهون البطن. دائما نحن في اشخاص بيسالونا اني انا بكتفي انه انا بس العب رياضه لحتى انا احرق دهون البطن، دائما انا بقول انه موضوع الرياضه غير كافي لحرق دهون البطن، اذا ما احنا توجهنا لنحن احنا دائما بنعرف انه اللي بجسمنا عم يشتغل هو الهرمونات، فانا بدي اشتغل على ثلاث هرمونات اني انا اضبط الانسولين وخفض الكورتيزول وعزز من فعاليه الكبد، فانا اذا ما تناولت اغذيه بتعمل لي هدول الثلاث شغلات انا ما رح اتخلص من دهون البطن، انا رح ضل محافظه على العادات اللي كنت فيها قبل ورح ضلني مره على مره الوجبات اللي عم باكلها عم تراكم لي دهون البطن وما رح استفيد شيء، لذلك الرياضه مع النظام الغذائي الصح مع انواع الاغذيه المدرجه ضمن الخطه الغذائيه ممكن انه تخلصنا من دهون البطن وما في شيء صعب. يعني انه اي شيء فيه مثابره اي شيء فيه مثابره واي شيء فيه اصرار ممكن توصل للنتيجه اللي بدك اياها وبدون ترهل وبدون حتى ما توصل مثل ما قالت تفضلت رشا وقالت انه نتعرض لشد وفيما بعد نتعرض لاثار عمليات الشد اللي هي ازاله ندوب الشد، لا احنا فرد مره بنعمل نظام صح مع الرياضه بنوصل للنتيجه اللي بدنا اياها. القصه بدها استمراريه وبدها اراده، بس انه ما في شيء يعني ذكرنا اول شيء انه في كورسات بيقولوا لك 3 ايام و7 ايام اكيد مثل ما حكينا دعاء الشيء اللي تشكل خلال سنوات اليوم انت مانك قادري انك تشيليه بكم يوم يعني، بس انت بتفرق معك اذا يومين ما بتتعشي بتلاحظي هالنقطه نرمين اذا بتخففي عشا بس يومين بتحسي انه صار في بمنطقه البطن يعني ما راح اقول لك المصح ولكن انه فرقت القصه. هيك سريعا دعاء الحد الفلفل الابيض الزنجبيل القرفه هدول القصص قديش فعالين بحرق دهون البطن؟ هلا هن مضادات بالنهايه هن مضادات اكسده، هن مضادات اكسده، مضادات الاكسده هي بتساعدنا بموضوع التمثيل الغذائي بجسمنا، بس نرجع بنقول انه نحن عم ندور على اغذيه انه هي مثلا الكارب فيها قليل، اغذيه نوعيه البروتين اللي فيها ذو جوده، انا ما بهمني اني انا اتناول كميات كبيره من الاكل بس انا بعرف بالنهايه ما عم بحصل على الفائده اللي انا بدي اياها، فيني اختار نمط معين من الاغذيه بعرفها مفيده. هلا الزنجبيل انا بنصح فيه، انا في صبيه مشيتها بدايه ضلت واظبت تقريبا شهر ونص على زنجبيل مع قرفه مع عصره ليمونه قبل النوم بنص ساعه ولقت نتيجه كثير حلوه خاصه بمنطقه دهون البطن. معناتها هي السوائل هي مفيده ولكن ايضا بدها تكون مترافقه مع نظام غذائي وايضا رياضه، الحالة اكيد ما رح تعمل اي مفعول لا دهون سحري. البطن اكيد لا، لدهون البطن اكيد لا. بنشكرك كثير لوجودك معنا دعاء اليوم، دعاء استشارات التغذيه لكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها لليوم. يسعد صباحك دعاء، صباحك صحه وشكرا لحضورك لليوم. نحن مكملين بفقرات صباحنا غير لليوم، وقبل ما نروح لمساحتنا الثانية خلونا نروح لغرفة الأخبار لنكون مع زميلتنا بشرى ونكون بموجز لآخر أو أهم الأحداث السياسية والمحلية والدولية. سعد صباحك يا بشرى. صباح الخير رشا ونرمين، موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل.
السلام عليكم. نفذت الجهات المختصة بالتعاون مع المجموعات المحلية والأهلية بمساندة الجيش العربي السوري عملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي. مصدر أمني ذكر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وجرح العديد من إرهابي داعش، بينهم متزعمون عرف منهم الإرهابيان أيوب فاضل جباوي الملقب أبو مجاهد برقة وأيهم فيصل الحلقي الملقب بأيهم الفيص. قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ إيغوروف إن الوضع الإنساني في مخيم الركبان للاجئين المحاصر من قبل قوات الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية لا يزال صعبا. إيغوروف قال للصحفيين إن القيادة العسكرية الأمريكية تواصل إعاقة وصول بعثة مشتركة من مركز المصالحة الروسي والمنظمات الإنسانية الدولية لتقييم الوضع الحقيقي في المخيم وإجلاء من تبقى من اللاجئين. استشهد فلسطينيان وأصيب 6 آخرون بينهم طبيب بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية. ونقلت وكالة وفاء عن وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت الفلسطينيين وطواقم الإسعاف ومشفى الشهيد خليل سليمان بالرصاص ونيران القناصة، ما أدى إلى استشهاد شابين وإصابة 6 آخرين بينهم طبيب بجروح خطيرة. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الصدام المباشر بين جيوش حلف الناتو والجيش الروسي هو خطوة خطيرة جدا وستؤدي إلى كارثة عالمية، مبينا أن قرار تنفيذ العملية العسكرية هو قرار صحيح وفي التوقيت المناسب. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي لخص فيه نتائج 3 قمم حضرها في أستانا على مدى يومين إلى جانب عدد من دول الجوار والمنطقة إن التبادلات التجارية بين روسيا ودول آسيا الوسطى في تزايد مستمر، مبينا أن الهند والصين هما الحليفان الأقرب إلى روسيا. ختام الموجز، عودة إلى رشا ونرمين لمتابعة صباحنا غير. شكرا يا بشرى وبقيت نهار حلو لإلي كمان. احنا مكملين بباقي فقرات صباحنا غير لليوم وحنروح لتقرير قبل ما نروح لفقرة الطاقة وعلم الطاقة. صحيح رشا، رح نروح لتقرير نضوي من خلاله على فعاليات أيام الفن التشكيلي وذلك في قلعة دمشق. تفاصيل أكثر مع لوجين سليمان. برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع مديرية الفنون الجميلة أقيم المعرض السنوي للفن التشكيلي في قلعة دمشق، وذلك ضمن فعاليات أيام الفن التشكيلي السوري 70 عاما من الحداثة. المعرض مهم جدا، فيه أسماء كبيرة وفيه ضيوف من كبار الفنانين التشكيليين يشاركون ربما لأول مرة منذ سنوات في هذا المعرض. لدينا أكثر من 115 لوحة بين عمل تشكيلي، نحتي، خزفي، جرافيك، لوحات تصويرية، رسم. إذن غنى كبير في الموضوعات، في الأسلوب وفي الأجيال التي المشاركة. المعرض السنوي كان واجهة الفن التشكيلي بسوريا، كان أغلب الفنانين السوريين ينتظروا هذا الحدث لأنه كان يمثل نتاج المبدعين السوريين خلال عام واحد، لذلك كل واحد كان عنده تجربة جديدة، كان عنده حرص أنه يحط عمل من أعمال هالتجربة ليبلش يسوق عن تجربته، لذلك المستوى كان تقني كان عالي، حضور الفنانين كان رائع جداً، كان تعامل وزارة الثقافة مع هذا الحدث كان كتير كبير. يتضمن المعرض لوحات من فن التصوير الفوتوغرافي، تصوير ضوئي، خط عربي، نحت، حفر، خزف ومشاريع تجريبية. مشاركتي هي لوحة من لوحاتي بمعرض خبايا الروح. المعرض هو بيتكلم كان عن خبايا النفس البشرية والأقنعة، سقوط الأقنعة بعد الحرب السورية
وكيف دخلنا شوي بالمجتمع السوري وكيف الإنسان بيغير أقنعة ماسكات بتغير الأفراد وبتغير الظروف، ومو بشرط يكون القناع هو سلبي، ممكن يكون إيجابي ليقدر الإنسان هو يحمي نفسه من النفاق أو خلينا نقول الخداع اللي حوله. لوحتي هي أكريليك وزيتي بالإضافة إلى عدة تقنيات مع الكولاج، هي سورياليزم. هذه المعارض والفعاليات هي مساحة تتيح الفرصة أمام الشباب المبدع من خلال مشاركته وعرض إمكانياته في تجسيد الجمال بلوحاته. وايضا رح نحكي بمساحتنا الحاليه رشا وعن علم الطاقه. علم الطاقه اكيد كلياتنا بنركز خلال يومنا دائما بنحكي انه قديش مهم نبلش بطاقه ايجابيه رشا، وبنقول للناس بلشوا بطاقه ايجابيه حتى نعرف قديش هذا الشيء فينا نطبقه على ارض الواقع. هاي المشكله، نحن اليوم قادرين نطبق انه نحن نكون ايجابيين بحياتنا؟ كلنا بنعرف نرمين انه هي الطاقه الايجابيه ممكن يكون تاثيرها ايجابي، كان بشغلنا، كان بين اصدقائنا، بين اهالينا، بين حارتنا ومجتمعنا، ولكن صحيح السلبي شو بيعمل اليوم؟ السلبي بيأثر على طاقة الإيجابية وبيسحب هي الطاقة الإيجابية. يمكن تطورت هلأ المعايير والآليات لحتى كيف وعلم الطاقة كيف نحن نقدر نجذب هي الطاقة الإيجابية، ونحس الناس بلشت أكثر يعني عن جد أكتر. نتيجة الظروف، نتيجة الواقع، فبتلاقينا عم نهرب لهدول القصص الإيجابية. خلي طاقتك شوي عليه، خلوا طاقتكم اليوم عليه، وخلونا نشوف ضيفنا لليوم كيف حيحفزنا ويعطينا تعليمات اليوم كيف نحن قادرين نقوي هي الطاقة برغم الظروف اللي عم نعيشها وبرغم الضغوطات. نحن دائما نقول عندنا حجة إنه نحن مضغوطين، نحن ظروف العمل، نحن ما في شيء صح بحياتنا، ولكن في فسحة أمل. خلونا نشوف اليوم نحن كيف قادرين نستغل هي النقطة. ضيفنا لليوم هو سمير الهادي وهو مدرب دولي في علم الطاقة. يسعد صباحك استاذ. يسعد صباحكم. اعطيناك طاقه ولا ما اعطيناك طاقه؟ لا ما شاء الله بتجنن. يسعد صباحكم وصباح المتابعين الاخباريه السوريه. اهلا وسهلا فيك. بدايه خلينا نعرف المشاهدين شو هو علم الطاقه وكيف بياثر على حياتنا. تمام. هلا الطاقه اساسا هي مجموعه من الذرات المتراكمه والمتراصه مع بعض البعض. هلا بتشكل وتراكم هي الذرات مع بعضها بتشكل عالمنا الحالي. بالنهاية الطاقة موجودة في كل مكان، الطاقة موجودة في كل شيء، موجودة بالأفلاك، موجودة بالبحار، بالجبال، صحيح. بالحيوان، بالنبات، وحتى بالإنسان. أما بالنسبة للمصطلح فكلمة طاقة بالإنجليزية تعني energy، يلي هي أصلاً مشتقة من الكلمة اليونانية energy، يلي ظهرت لأول مرة في كتاب الأخلاق، يعني ظهرت كمبادئ وأسس في كتاب الأخلاق في القرن الرابع قبل الميلاد. يعني نحن عم نحكي عن علم قديم جدا، هو ما نوع علم مستحدث وما نوع علم جديد. اما بالنسبه لتاثير الطاقه وكيف تؤثر الطاقه على الانسان، فاتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. بالنهايه الانسان هو صوره مصغره عن هذا الكون، هو جزء لا يتجزا من هذا الكون، وبالتالي اصلا بجسم الانسان داخليا في مراكز للطاقه اللي هن الشاكرات السبعه. لكل شاكرة من الشاكرات هن الموزعين على طول العمود الفقري من الأسفل للأعلى. لكل شاكرة في عمل، لكل شاكرة في لون، لكل شاكرة في مهام. أما بالنسبة لأسماء هاي الشاكرات فهن ابتداء من الأسفل، فشاكرة القاعدة، شاكرة العجز، شاكرة الضفيرة الشمسية، شاكرة القلب، شاكرة الحنجرة، شاكرة الأجنة، وأخيرا شاكرة التاج. هلأ عمل هذا الشاكرات فينا نحن نبسطها أكثر بطريقة مبسطة، خلينا نقول مثل الأنابيب يلي بداخلها ماء، اللي بداخلها ماء متدفق، وقت بصير في أي انسداد، أي مشكلة، أي عطل، أي انغلاق بهي الأنابيب المتدفقة من خلال الماء، بالتالي بصير في مشكلة بالنظام العام أو المنظومة العامة ككل، وهون بالتالي بصير في عنا أمراض نفسية وصحية. اليوم عم نحكي شاكرات، اليوم اي حد عم يسمعنا بده يقول شو هي شاكرات؟ الشاكرات هن مراكز الطاقه. تمام، نحن كرمال نضوي على هي النقطه، يعني دائما نحن نستخدم تمام. هذا المصطلح ضمن صباحنا، ولكن الناس اليوم بتحب تفهم اكثر. اليوم شاكره قلنا هي مركز الطاقه بالجسم، نحن كيف قادرين نحفزهم ونحن نشتغل عليهم خلال نهارنا؟ هلا في عده طرق لتحفيز وتنشيط الشاكرات، ولكل شاكره من الشاكرات في طرق، لكن في طرق ثابتة يعني تحفز الشاكرات ككل. أهمها
هي التفاؤل، التعامل الإيجابي، برمجة العقل الباطن على التفكير الإيجابي، ممارسة الرياضة، التعامل بشكل إيجابي بالمطلق، ما نكون متعاملين بموضوع إيجابي وباقي المواضيع بسلبية. كل ما كنا إيجابيين أكثر، كل ما حتى التغذية كمان لها دور كثير كبير بتأثير وتفعيل وتنشيط عمل الشاكرات في الجسم. طيب خلينا نحكي اليوم عن أهم مدارس الطاقة بهذا المجال. هلا طبعا بما انه نحن عم نحكي انه علم الطاقه هو من اقدم العلوم، فشي طبيعي يكون في مدارس متعدده ومدارس مختلفه، لكن الشيء المشترك انه كل هاي المدارس هي مبدا ثابت واللي هي الطاقه الحيويه، الطاقه الكونيه، يعني الاختلاف بيكون بالتفاصيل والنوعيه لكن المبدا ثابت. فعنا الاهم والاشهر هي مدرسه الريكي الياباني، وبعدين بيجي الريكي الغربي، وبعدين في عنا المدارس اللي لها علاقة بالعلاج، يعني المدارس العلاجية مثل العلاج الموضعي، علاج الجسد ككل، العلاج عن بعد، العلاج بالتنفس، العلاج بالصوت، العلاج بالألوان، هاي مدارس لكن المنشأ واحد. خلينا ناخذ هيك فكرة سريعة عنهم، كل واحدة على شو بتركز. يعني هلا مثلا لما بدنا نقول الريكي، فنحن فينا نكون الريكي الياباني هو مبني على الطاقة الحيوية، فنحن فينا نتعامل مع الريكي عن طريق العلاج عن قرب وعن بعد، هو بطريقة توجيه الكف على مناطق الألم أو مناطق المشكلة بالجسم نفسه. فطريقة توجيه الكف طبعا بده يكون خبير طاقة، بده يكون هو عم يستمد الطاقة الحيوية ويوجه بكف إيده على جسم المريض بحركة معينة بدقائق معينة ومع تنفس علاجي كمان، فهذا الشيء بيأثر بشكل إيجابي، وحتى عم نشوف في تشافي تام من أمراض كبيرة وأمراض مستعصية عن طريق الطاقة. صحيح، تمام. وحتى التنفس، يعني حتى الطريق أو العلاج بالتنفس، نحن في عنا مشكلة كبشر كإنسان بشكل عام، نحن ما بنتنفس بالشكل الصحيح، بنلاحظ إنه تنفسنا سريع، يعني ربنا خلق لنا الرئة هيك، نحن بنتنفس هيك مثل حدا مستعجل مثل حدا. ففي طرق تنفس صحيحة هي بتعيد التدفق، يعني الأكسجين بشكل صحيح، توزيع الأكسجين بالجسم، وبالتالي تنشيط عمل الشاكرات مثل ما حكينا، لأنه في عدة طرق بتنشط عمل الشاكرات، من ضمنها التنفس الصحيح والسليم وبأوقات معينة مثل أوقات الصبح بكير، أوقات الفجر، وأوقات المغرب. كمان فينا نمارس اليوغا والتأمل، كمان هن كمان من أهم أنواع طرق الطاقة اللي بتجدد حياتنا، بتعطينا طاقة إيجابية وبتطرد الأفكار السلبية من حياتنا. أهم شيء هاي القصة الأفكار السلبية. طيب نحن عم نحكي تأمل ويوغا، اليوم مو كل الأشخاص قادرين أو بيعرفوا كيف هي قواعد اليوغا أو التأمل. إذا هيك بقصص بسيطة، نحن أنا اليوم فايقة معكرة، مزاجي معكر، وعندي شغلي، عندي رفقاتي، عندي أهلي، اليوم أنا كيف قادرة أني أطلع من مودي ولو بشكل بسيط؟ ما أثر في عندك أشخاص بيكونوا إذا انزعجوا، أو خلينا نقول بالعام ينضرب مزاجهم، الكل بده ينزعج حواليهم. تمام، خلينا هاي الطاقة السلبية كيف نحن قادرين نتخلص منها ولو بشكل خفيف، يعني حوالينا ما تتأثر فيها أبدا. هلأ هي المشكلة الأساسية أنه نحن بنفكر لقدام وبمشاكل قدام. لا، نحن خلينا نفكر بيومنا. أنا إذا عندي مشكلة أو ممكن يصير عندي مشكلة بعد شهر، فأنا ما بدي أفكر فيها من هلأ، خليني أنا أبدأ يومي صح بتمارين تنفس صحيحة. فيني بالنسبة للمبتدئين يلي ما عندهم فكرة عن اليوغا والتأمل أو بيستصعبوها، فأنا فيني أكون بعيد عن الإلكترونيات، بعيد عن الموبايل، بعيد عن أي شيء إلكتروني، وأقعد هيك بجلسة صفا بحالي بغرفتي، مارس شيء أنا بحبه مثل قراءة، مثل هواية أنا بحبها، فيني هيك أقعد لحالي بعيد، يعني بعيد عن أي شيء ممكن يعكر مزاجي ولو ساعة يوميا. يعني أنا هذا الموضوع نصحته لكثير ناس واستفادوا عليه. كلنا عنا ضغوطات بالعمل، كلنا بنطلع من الصبح للمساء وضغوطات واتصالات. صحيح. وشغل وكذا، فلا، خلي الإنسان يفرغ ولو نص ساعة بالبداية. لا، في شغلات كتير بسيطة. هلا نرمين من الأشخاص اللي موضة بتعدل بالثياب الصباحية، ما عندها إنه هي أنا اليوم شو بدي ألبس، هي شو شوف شيء ارتاحت له، بتفتح الغزانة بتقلي أنا فتحت لها القطعة حسب اللون. أنا تمام، فاللون قد ايه اللون اليوم كمان، هي القصة قد ايه بسيطة اليوم، نحن لون الثياب كيفنا نختارها، شو حابين نلبس، بتعدل مزاجنا. طبعا هذا الموضوع بيعدل المزاج بشكل كتير كبير، مو بس الألوان، يعني حتى
عم نحكي على الأصوات. يعني في أصوات معينة بنلاحظ إنه مثلاً المطرب الفلاني أو المطرب الفلاني أنا بتحسن مزاجي بس أسمعه. نفس الشيء اللون، نفس الشيء يعني الطاقة هي موجودة بكل مكان، لكن كل شخص وحسب حساسية جسمه وحسب شاكرات جسمه وتكوين جسمه. فمثل ما تفضلتي ممكن الصبية إنه يتعدل مزاجها بألوان الثياب، ممكن صبية تانية بتعدل مزاجها بالتسوق، صبية ثالثة بالسفر بالأكل. بالأكل. أنا الأكل. طب خلينا نحكي عن يعني هو يمكن يكون شوي سؤال غريب إنه كمان الطاقة لها علاقة بالأكل، بلون الأكل، بنكهة الأكل كمان ممكن. هاي أنا خليني جاوباً عنه. هلا هو أبداً ما هو سؤال غريب. الارتباط بين الطاقة والغذاء هو ارتباط قوي جداً، ما هو ارتباط عادي. يعني بالنتيجة العقل السليم في الجسم السليم. أنا ما فيني يكون حدا مهتم بغذائي، حدا مهتم بصحتي، حدا مهتم بنظام غذائي صحي ومسابر عليه، وبنفس الوقت أنا إنسان سلبي وتفكيري سلبي. قصدي مثلا ممكن واحد يكون معكر مزاجه بحالة نفسية سيئة، بيقول لك إنه أكلت هالأكلة يعني انقلب المود تماما. يعني طبعا يعني ممكن تقدر الأكلة تعمل لي هاي النقلة النوعية بالحالة النفسية. الإنسان متصل كونيا والطاقة موجودة بكل الكون، فنحن مثل ما حكينا عن الشاكرات في ألوان معينة لكل شاكرة بتنشطها، وحتى في أغذية معينة بتنشط عمل هالشاكرات. يعني مثلا على سبيل المثال على سبيل المثال شاكرة الضفيرة الشمسية اللي هي موجودة بمنطقة المعدة والبطن يرمز لها باللون الأصفر، فنحن إذا بدنا ننشط هاي الشاكرة فنحن بننشطها بحالتين. الحالة الأولى الرياضات، وخصوصا ما يتعلق بالنساء رياضات الرقص أو الرقص الشرقي وكذا، كل ما يتعلق بالخصر. والمنحة الثاني هو الأغذية ذات اللون الأصفر مثل الموز مثلا، مثل التفاح، درا. مثل أي نوع غذاء الدرا، أي نوع غذاء لونه أصفر، فبتتنشط هاي المنطقة. فكمان من الأمثلة الثانية اللي هي شاكرة القاعدة اللي يرمز لها باللون الأحمر اللي هي أسفل العمود الفقري. فكمان نحن إذا كان في عندنا خلل وبدنا ننشط هاي الشاكرة فنحن بدنا ناكل او نتناول. شو يعني خلل؟ يعني الخلل انا كيف بدي اعرف انه انا عندي خلل بهي الشاكره؟ تمام، انت بتحسي انه في مشكله معينه، لانه هي كل شاكره من الشاكرات مسؤوله عن شيء معين. يعني مثلا مثل ما انا عم نحكي عن شاكره القاعده، هي الشاكره المسؤوله عن الجذور، الاهل، العائله. فوقت انت بتحسي حالك في نفور بينك وبين العائله، لما بتحسي في مشاكل، لما بتحسي ما عاد في ترابط مثل قبل، لما بتحسي ان الوضع مارو تمام عائليا نحن عم نحكي، فبيكون هون في خلل بهي الشاكره. العمل على اصلاح هي الشاكره بيعيد التوازن مثل ما كان. بدنا حلقه كامله نحن نفصل شو يعني الشاكره وكل إن شاء الله وحدة شو مرتبطه واليوم كيف نحن قادرين نحسنها. حكينا عن الاغذيه، يعني على اساس البيتزا ما حتعدل لك مزاجك مثلا؟ بتعدل مزاج اي حدا. طيب عم نحكي عن علم كثير صار مطروح بالاونه الاخيره وصارت الناس كثير تعتمد عليه بحياتها، يمكن اغنيه تعدل مزاج اليوم، صح يمكن تماماً. النساء الرياضه بيحبوا هاي القصص. يعني اليوم نحن رغم كل الظروف وبشكل هيك بعنوان عريض، نحن كيف قادرين نحافظ على هاي الطاقة؟ هلأ نحن منحافظ على الطاقة الإيجابية من خلال الاستمرارية. نحن مثل ما سبق وحكينا، أنا ما فيني يكون إيجابي مع شخص وسلبي مع باقي الأشخاص، أنا ما فيني يكون إيجابي بالموضوع وسلبي مع باقي المواضيع، لا أنا بدي يكون إيجابي بالمطلق. بالنهاية أنا كل ما كنت إيجابي كل ما بحافظ على الاستمرارية. الإنسان فينا نشبهه كالمغناطيس، هو بيجذب وبينجذب للأشخاص اللي حوله، وهذا بيفسر سبب أنه الأشخاص الناجحين والإيجابيين منلاقي في بيناتهم صلة وصل، إما صحيح. صداقات أو قرابة أو زمالة عمل بيتجهوا بتلاقيهم بين بعضهم لأنه في جذب إيجابي. نفس الشيء الأشخاص السلبيين، أنا ما بدي أقول فاشلين، رح أقول سلبيين، كمان منلاقي في صلة وصل بين بعضهم، إما صلة قرابة أو صلة عمل بتلاقيهم بيشتغلوا مع بعض، بيشبهنا يجي لعنا على هذا المبدأ. فهو فعليا كالمغناطيس الإنسان بيجذب وبينجذب للي حواليه. فنحن كل ما كنا إيجابيين بالمطلق كل ما رح نجذب لحياتنا الإيجابية، إن كان أشخاص وإن كان طاقات إيجابية. أكيد إن شاء الله كل أيامنا طاقة حلوة إن شاء الله وإيجابية. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. دائما بنحس موضوع الطاقة والحديث عنه يلي مؤمنين فيه أو المتفائلين بي طبعاً هن أكثر الناس بيتأثروا فيه وبيتبعوه حتى بيصدقوا، ولكن دائماً بيكون في أشخاص بيستصعبوا فكرة الطاقة الإيجابية أو أنا كيف فيني أغير مسار حياتي بالطاقة الإيجابية. هي بدأ أول شيء إيمان بالفكرة، بتصور تمام. نبدأ من إيمان بالفكرة والتجربة.
صحيح. يعني انا في اشخاص بيتواصلوا معي فبقول لهم انه فيكم تجربوا تكونوا ايجابيين، انت ليش لتقول انا ما بقدر، انت ليش لتقول انا ما فيني، ليش لتقول هالشيء صعب علي، انا فيني غير، انا اليوم قادر اجذب هاي الطاقه، غير من توجهك، غير من طريقه تفكيرك، عوض ما تقول ما فيني قول رح احاول، قول رح اعمل، انا قادر، حاولت وفشلت، ما هو حاولت، حاول مره ثانيه وبحاول مره ثالثه، ما في نجاح اصلا تم من اول محاوله. صحيح. ما في اي نجاح بالدنيا، لذلك تكرار المحاولات هو أول وأهم أساس لاستمرارية الطاقة الإيجابية بحياتنا. تمام. شكرا كثير لك أكيد المدرب في علم الطاقة سمير هادي. شكرا للطاقة الحلوة. شكرا يا أهلا. أما نحن مكملين بصباحنا لليوم وفقراتنا، خلونا نروح لتقرير بنكهة سورية خاصة ومميزة. افتتحت مكتبة الأسد الوطنية معرض الكتاب السوري وبمشاركة متنوعة، حيكون بتفاصيل أكثر مع تقرير مع زميلتنا إليا علان. تحت عنوان نقرأ لنرتقي وبمشاركة 50 دار نشر انطلقت فعاليات معرض الكتاب في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق. عندما قلنا أن هناك 55 دار نشر، هذا يعني بأن معظم دور النشر في سوريا وليس فقط في دمشق شاركت في هذا المعرض. الكتاب مطبوع، الكتاب المطبوع منذ عام 2000 شارك، إذا نحن عدنا بناء على طلب القراء وبناء على طلب دور النشر في العام الماضي، عدنا قليلا إلى الوراء، لم نكتفي بالأعوام السابقة القليلة الماضية. هذا من جهة، من جهة أخرى نعم هناك حصومات جميلة جدا، هناك عروض للأطفال وللكبار. تشارك الهيئة العامة السورية للكتاب بأكثر من 1600 عنوان، وطبعا هذا يعني لسنا بحاجة للحديث عن النسخ لأنه هناك آلاف النسخ التي نزود بها الجناح يوميا، لأن جناح الهيئة العامة السورية للكتاب يحظى دائما بإقبال القراء بسبب نوعية الكتاب الذي تنتجه الهيئة وبسبب الأسعار الأقل نسبيا مما تنشره دور النشر الخاصة. نحن بهذه الإصدارات، ليس فقط إصداراتنا الآن، نجد في المعرض بشكل كامل الذي تقيمه وزارة الثقافة أن أكثر دور النشر وأكثر الكتاب بشكل طبيعي بشكل الانتماء يكتبون عن فلسطين في الإبداعات، في الكتابات، في الروايات، وبالتالي تأتي المسألة متكاملة. المهم هنا أن نقرأ. حبينا نشارك بهذا المعرض لننشر الثقافة، لننشر الثقافة بالثقافة الفلسطينية هون عندنا بالمجتمع السوري. منحب نسلط الضوء على كل شيء بخص فلسطين والقدس، وعندنا مثل مجلة زهرة المدائن نصدرها كل شهرين، وعندنا كم كتاب بيحكوا تفاصيل أكثر عن الحياة المقدسية. كتبنا متنوعة حقيقة، بين الأدب، بين الفكر، المذكرات، الكتاب السياسي، الكتاب الميثولوجي والكتب الفكرية يعني بشكل عام. وهيدي السنة في عنا إصدار من نوع خاص يلي هو إصدار للفنان بديع جحجاح، كتاب تشكيلي ملون القطع الكبير. درويش من حبق، نحن درويش على باب الله مهما علي شأننا، وحبق هن ثلاثة حروف، أول حرفين حب والحرف الأول والأخير هو حق، وعكس الكلمة قبح، فما فينا نكافح القبح إلا بوعي الحب والحق. بالحب بنقدر نفهم تجليات المولى والطبيعة والإنسان، وعن طريق الحق منكرس العدل كطريق للنجاة. المعرض الذي تنظمه وزارة الثقافة ضم دور نشر منها 11 عامة و39 خاصة، تتضمن عناوين جديدة في مختلف المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية والفكرية والأدبية، ولعالم الطفل حضورا خاصا في كتب المعرض. ووصلنا لمساحة جديدة ضمن صباحنا غير لليوم، وحنروح للفن التشكيلي اللي هو من أجمل الفنون وهو دائما بياخد صورته ولوحته من أرض الواقع. الفنان اليوم قادر أنه يتخيل الواقع ويروح ليصيغه بطريقته، عن طريق الريشة، عن طريق اللون، عن طريق هذا الخيال الحلو. واليوم نحن أكيد وقت منروح على أي معرض بنستمتع بتفاصيل ممكن ما تكون مفهومة بالنسبة لنا، ولكن بتلامس مشاعرنا. اليوم ضيف مساحتنا لليوم هو الفنان جهاد صالح وهو فنان تشكيلي. يسعد لي صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباح الاخباريه السوريه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. خلينا نرجع للبدايات مع حضرتك. الموهبه بدات من عام من وقت كان عمرك 12 سنه. 12 سنه.
كان ضمن مشاركة مدرسة، يعني مشاركة بمدرسة بمعرض التابع لوزارة التربية، فكنت مقدم 4 لوحات، فمن حظ انه قدمت 4 لوحات، يعني كانت لوحة حلوة رائعة، يعني كان العنوان يعني مؤثر كثير، فهي كانت عن الأطفال والحرب. نعم. فكانت هيك، فكان ترتيبي هو المركز الثالث على مستوى الفلسطينية، المركز الأول على مستوى سوريا. تمام. حاليا شو؟ حاليا صرنا 20 سنة بحلم 20 سنة هيك، فعملنا معرض بال 2015، فكان فردي، يعني كان يعني هو داعم يعني بالموضوع، بتعرف انقطاع فترة طويلة، ورجعت هلا أنا عم يعني عم ننسق على معرض، يعني هلا في تجهيزات لمعرض كبير، يعني إن شاء الله يكون فاتحة خير، يعني بنقولها يعني مجهزين يعني هلا أنا متجه اتجاه. عم نحكي اليوم عن زمن عمر بالموهبة والرسم، اليوم من 12 سنة 20 سنة ذكرت حضرتك، اليوم فرق سنوات، هدول السنوات شو أضافوا؟ شو عطونا؟ شو خلونا نغير وجهة نظرنا ب في أخطاء نحن أكيد حنتجاوزها، وفي شيء نضيفه. فهلا ليك تجاوزت مرحلة كثير، إنه أنا صرت هلا بالموضوع الرسم أتقن هيك موضوع، يعني كان في كنت خوف كنت، بس إنك هلا صرت أتقن بالرسم الواقعي، الرسم الواقعي، فالبورتريه كثير أنا هلا يعني بال 2022 حسب الطلبات كانت عندي، كان عندي 30 طلب يعني ليك 30 طلب، وكثير عالم صرت أتميز بالبورتريه كثير، يعني صرنا نلاحظ نرمين صار في طلب كثير كبير على موضوع البورتريه، يعني ليه برأيك؟ يعني الناس هيك عم تحب، الناس كثير بتحب، أنا للأسف كان في لازم نجيب لوحات معنا، فهيك كان في مرة ثانية وحخبرك إنه كان في عم برسم يعني رسومات البورتريه كثير رائعة عم تكون، يعني بتكون اللي عم تشوفيها إنه صورة أساسية، إنك أنت أنا رسمتك تقولي هاي أنا، فأنا كثير كانت شهادة بعدها فيها من كثير عالم اشتغلت لابورتريهات، وكان يحكوا لي إنه عم تعطي روح للوحة. تماما لازم نجرب اكيد، وهذا السؤال اللي كنت بدي اسالك اياه بفن البورتري، دائما اي فنان تشكيلي ايضا رغم انه في خطوط اساسيه وعناوين اساسيه الا انه في روح في لمسه معينه الفنان بيقدر يتركها، شو بيتميز هذا الفن عن غيره؟ كيف قدرت انت تتميز فيه؟ انا تميزت فيه انا ليك من طريق اول شيء ليك الالوان، الالوان اللي بجيبها يعني هي الوان مستورده، خلينا نحكي عنها، فتميز بالالوان، يعني انت ريشتك هي حتى تعطيك الروح روح اللوحه، يعني انا رسمتك فانت بتشوفيها، يعني هلا بتصير معي كثير يعني رسمتك بنوع، يعني رسمتك بنوع انا بس واحد تشوفي بس تشوفيها على الواقع بتقولي لا هي بدها تحكي اللوحه. كثير شغلات حلوه البورتري، يعني كثير هو العالم بتبعد عنه، انا كثير عالم قال لي بعد شوي انك فوت بالخيال، لا بس البورتري كان كثير انا تميزت فيه. خلص في شيء في ناحيه اي حدا فينا بيبدع فيها فبيشتغل عليها. خلينا نحكي اليوم عن المعارض والمشاركات، اليوم شو بتقدم للفنان؟ وهل اليوم الفن التشكيلي ضمن البلد هو بخير او نحن ناقصنا دعم؟ الصراحه ناقصنا دعم كثير ناقصنا، يعني الفنان في كثير شباب سوري موهوبين، في يعني كثير ناس موهوبه بس انه بالدعم للاسف، يمكن اليوم بنقصنا الدعم المادي اكثر شيء، المادي للاسف، كمان الموضوع انه المواد صارت غالية كثير، يعني ان شاء الله بتنحل هاي الامور، واليوم نحن اكيد باي فن سوري بحاجه لدعمه اكيد. كان لو نحكي هيك سريعا لك مشاركتين بعام 2004 وبعام 2015، نحكي عنهم سريعا والتحضيرات القادمه اذا في معارض جديده. 2004 كانت تحت رعايه السيد الاولى، قدمت 4 لوحات ففازت لوحه واحده، فكان تكريم كثير رائع من السيد الاولى. بال 2015 فكان معرض فردي، يعني كان هو يعني خيري، عامل حفل خيري فاشتغلت فيه انا دعم لجمعيه خيريه. تمام. دائما الاعمال المشاركات بتحفز الفنان وبتعطي خبرات جديده مع فنانين ثانيين، يعني هي بتبادل خبرات بتحسها ضمن المعارض. هو صحيح هذا. فيها هلا عم نحضر ل 2000 بالمعرض الجديد كبير، يعني حيكون كمان شغله كبيره انه حتكون في دعم من جهات حكوميه. نعم. دعم كبير فيه. نحن اليوم هذا بحاجته هو الدعم. الدعم الكبير. نتمنى لك التوفيق بمسيرتك وبأعمالك القادمة بالمعارض أو بغيرها من الأعمال. الفنان التشكيلي جهاد صالح، شكرا لوجودك معنا لليوم. شكرا لصباحك ونورت صباحنا يا هلا.
رشا، رح نبقى بعالم الفن التشكيلي بلمسات أنثوية أقامت الفنانة التشكيلية علياء النحوي معارضها في المركز الوطني للفنون البصرية بدمشق، الذي تضمن مجموعات من اللوحات الصغيرة المصنوعة بطريقة الكولاج. خلونا نتابع. المعرض هذا هو المعرض الفردي الثاني لإلي، حاولت فيه اطلع شوي عن الشيء اللي انا بشتغله بالعاده، هو الحفر، تقانات الحفر، هالقصص هي، اطلع عن الابيض والاسود اللي انا هو منطقه الراحه بالنسبه لإلي. حاولت انه انا فوت بالالوان شوي هالمره، اكون جريئه شوي بالالوان. بلشت فكره الكولاج من صوره مشقوقه لقيتها بالبيت، صرت اعمل منها تكوينات، بعدين صار عندي الكرتون المشقوق والورد المجفف. حاولت انه من هدول القصص، بالاضافه لانه انا مستخدمه فيه كتقانات ديجيتال، هو ديجيتال كولاج، حاولت ادخل كل شيء على الديجيتال واعمل منه هالتكوينات هي، وطلعت هالقصص هي اللي هي مشتركه باللون العسلي اللي هو لون الكرتون، وفيه في بعض الالوان اللي هي في الاحمر، يعني في اغلب في كذا حدا فيه احمر، وفي اللون الاصفر. فهي الالوان اللي انا حاولت انه تكون مع بعض عامله تشكيل مميز. تكوين هو تجريدي تعبيري، هو نفسه اسلوبي بس انا بتقانه جديده وبشيء جديد انا ما بالعاده بشتغل فيه. فكره بحد ذاتها جديده، يعني فكره الكولاج، ديجيتال كولاج، شغله جديده، يعني ما حدا تطرق لها. كان كل هالامور ممكن حدا يساويها بشكل يعني يدوي، يعني ممكن يجمع خامات، ورق، كذا. هي لما قاعدة على الشوب عم تجيب خامات معينة، أحياناً بتصورها، أحياناً بتجيبها من الإنترنت، وبتعمل تكوين معين. يعني هو هالتكوين هذا هو رؤيتها للعمل، بيعطيكي هيك تحسي أنت بقى كل إنسان بيقرأه حسب ما هو بيشوفه. فأنا برأيي يعني لسه فكرة كتير جديدة، ما حدا اشتغل لسه ديجيتال كولاج يعمل معرض فيها. يعني حقيقة معرض جميل، ضم أعمال كتير مهضومة وصغيرة منمنمة. في حيرة يعني بالنسبة لنا كمشاهدين إنه بالخامة وتنوع الخامة واللون، بس بالنهاية بيجمعنا إنه العمل جدا جميل بصريا، فحسيت إنه شغلة على المبدأ الجمالي أكثر من المبدأ الفكري. وبآخر مساحاتنا الصباحية ضمن صباحنا غير لليوم، ضيفتنا لليوم جمعت بين الجمال والعلم والموسيقى. ضيفتنا لليوم هي الدكتورة ديما خيربيك، وهي طبيبة اختصاصي جلدية وعازفة على آلة الكمان. اليوم يعني كملتيها من كل الجهات، شو صباح الخير. صباح النور، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. دائما متعودين بصباحنا غير نستضيف الاشخاص اللي بيجمعوا بين يعني موهبة وعلم أو دراسة أو مهنة مختلفة، ودائما الأطباء بنحس في توجه عندهم لعالم الفن وخصوصا الموسيقى أو حتى التمثيل أو الفن التشكيلي. خلينا نحكي عن موهبتك اللي بلشت من وأنت عمرك 6 سنين. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. هلا أنا بلشت بعمر صغير كتير، يعني بلشت بعمر 5-6 سنوات وقت دخلت على الموسيقى، دخلت على المعهد العربي للموسيقى اللي هو حاليا معهد سلح الوادي. طبعا يعني مثل ما انا دخلت على المدرسه اللي كل الناس تدخل عليها، انا دخلت على شيء مثل مدرسه الموسيقى يعني. طبعا انا تعايشت معها، يعني ما عادت صارت هي مثل هوايه مثل ما بيقولوا لي انه هي هوايتك، هي ما انا هوايتي الصراحه، هي صارت دراسه مثل ما انا عم بدرس في المدرسه. بعد ما اخذت الثانويه العامه انا تقدمت للمعهد العالي للموسيقى، مع يعني بالتزامن مع تقديمي لكلية الطب.
طبعا انا درستهم مع بعضهم، يعني هو المعهد العالي للموسيقى 5 سنوات هون، هو اكاديميه يعني اعلى اكاديميه بتقدم الموسيقى هون بسوريا، بالاضافه لدراستي لكليه الطب. تخرجت من الاثنين الحمد لله، وهلا انا عم بختص بالامراض الجلديه بنهايه اقامتي. يعني من بدايتك عزف على الكمان، يعني من بدايه دراستك موسيقى انت محترفه موضوع الكمان؟ اي هلا انا اختصاصي اعاده الكمان. طبعا احنا في عندنا شغلات ثانيه بندرسها، يعني احنا بندرس تاريخ الفن، بندرس تاريخ الموسيقى العالميه، بندرس تحليل الاعمال الموسيقيه، توزيع الاوركسترالي، بس كل موسيقي هو بياخذ اختصاص له، سواء اعزف على اله بتكون هي اله معينه يعني من الوتريات من النفخيات، او ممكن يكون غناء كلاسيكي او غناء شرقي او نظريات. فانا كان هذا اختصاصي الاساسي العزف على الكمان، والثاني هو البيانو. طيب اليوم دكتور انت قادره تنسقي بين عملك كطبيبه وهوايتك كعازفه او لا؟ هلا مين اخذ وقت اكثر بصراحه؟ يعني هلا صراحه هي مثل ما قلت لك انا ما بلشت فيهم مع بعض، فهي صعب كثير تقولي بانه انا في وحده اساسيه والثانيه يعني على جنب. انا اثنيناتهم عم اشتغل فيهم واثنيناتهم عطيتهم الجهد. لا كمان ما بعرف كثير سؤال صعب، يعني ما بحسن افصل بيناتهم ابدا، مستحيل. يعني اذا انا فقت على الدنيا وهن اثنيناتهم موجودين بحياتي فصعب اختار واحدة اكثر من الثانيه، واثنيناتهم عم ياخذوا نفس الساعه يعني نفس الوقت. كثير ضيوف استضفناهم كمان كان معنا طبيب او كوتش، فقلنا اكثر من حدا قلنا نحن ميولنا الموهبه اكثر من الطب. يعني ايه هلا اكيد هلا بتضل المهنه هي شوي روتينيه، يعني اكثر من الفنون او الشغلات اللي فيها امور ابداعيه. هلا الطب هو مو انه ما فيه شيء، فيه كثير شغلات، بس هو نوعا ما يعني فيه قواعد اكثر من الفن. فهي الشغله طبعا الفن بياخذ فيها نقاط اعلى يعني للامانه. خلص من وجهك مبين شو حابه. طب اختصاصك اليوم اختيارك لاختصاص الجلديه له علاقه اليوم بانه انت بتحبي العزف او الكمان؟ طبعا. شو الرابط بيناتهم؟ هلا انا اخترت هذا الاختصاص لانه اللايف ستايل تبعه بيناسب اني انا ضل عم بشتغل بالموسيقى، تمام؟ يعني انا اذا اخترت اختصاص ثاني فانا مناوباتي ما عاد تسمح لي، طبيعه عملي ما بقى رح تسمح لي غير ضل انا بس من الصبح للمساء، وقد انطلب بالليل، قد انطلب لامور اسعافيه. اما اختصاص جلديه هو ما وارد فيه هذا الشيء، فانا اخترته لللايف ستايل تبعه لحتى انا استمر بعملي كموسيقيه. ثاني شيء هو بيحوي اكثر من شغله، يعني فيه شق تجميلي، فهذا الشيء ابداعي فيك تقولي نوعا ما. فيه امراض جلديه وفيه جراحه جلد، فهو فيه اكثر من سايد، وبنفس الوقت بيسمح لي اني انا استمر بعملي الثاني. وفيه شيء نفسي، يعني اليوم البشره حتى تكون مرتاحه وانت مرتاحه بحاجه تسمعي موسيقى. ترى هو لانه الجلد كثير عالي بالقصة. اكيد هو الجلد لانه اول شيء انت عم تشوفيه بالشخص بحالك او باي شخص ثاني، فبيبين عليه اي مشكله سواء كانت جسديه عضويه او حتى نفسيه. طيب دكتوره خلينا نحكي عن الحفلات والامسيات اللي شاركتي فيها. اليوم انت مشاركه مع اسماء كبيرة أكيد وقديرة، وقت اللي بنقول طاهر مملي، مروان محفوظ، سمير كويفاتي، هدول أسماء بيعطوا. يعني أنت اليوم تأثرتي وأثرتي، خلينا نحكي عن هدول المشاركات. هلأ أي فنان أو أي شخص عنده أي مهنة بالحياة هو بيتمنى أنه يشتغل مع كبار المؤثرين فيها، فأنا كنت صراحة بعتبر حالي يعني الحمد لله أنه كنت محظوظة أنه أنا قدرت اطلع على المسارح مع اسماء كبيره مثل الاسماء اللي ذكرتيهم، اساتذتنا كلياتهم سواء بسوريا او خارج سوريا، مع سوريين، مع عرب، مع اجانب من مختلف الدول. فاي فنان هو بالنسبه له بس يطلع على المسرح مع هيك اشخاص يعني بيرتقي هو من الناحيه العمليه وحتى من الناحيه تبع الناس. يعني انت بس تشتغلي مع حدا مهم، انت اكيد حدا مهم طبعاً. فعليا طبعا لانه ما بيختاروا غير الناس النخبه الجيدين لحتى يشتغلوا معهم، فهي النقاط كمان بترتفع عند الفنان، يعني هي شغله كثير مهمه تحفزك إيه كثير تشتغلي على حالك. فانا بالنسبه لي بعتبر انه هي من الشغلات اللي كثير مهمه كانت بحياتي، وان شاء الله يعني لسه لقدام نعمل شيء اكثر. اكيد من حفلاتك ايضا ومشاركاتك الخارجيه يلي صارت مؤخرا هي مشاركتك مع الفنان اياد رماوي باكسبو دبي، خلينا نحكي عن هي المشاركه وخصوصيتها. هلا الرابسودي السوري اللي قدمناه نحن باكسبو، رابسودي للناس اللي ما بتعرفها معناتها ملحمه. طبعا نحن انا بالنسبه لي يعني انه ينعمل هيك عمل ملحمه بعد 12 سنه من الازمه نحن عندنا بسوريا. هلا دائما الفنون هي يعني بتتربع على عرش الحضاره، يعني قبل الفنون هي طبعا اخر شيء، قبل الفن بيجي العلم يعني اقل بدرجه، قبل العلم تجي الحياه الحرفيه، يعني المجتمعات بتتحضر بهذا السلم، تمام؟
فنحن وقت اللي بنحكي انه نحن عنا 100 موسيقي سوري طلعوا على دبي بهذا الظرف مغنيين وعازفين وقدموا هيك عمل ملحمي من تأليف موسيقي سوري طبعا باسمه الكبير الأستاذ إياد وبحدث مثل إكسبو دبي، يعني هو ملتقى لكل دول العالم، يعني كل الدول جاي تقدم أحسن ما عندها، جاي تقدم الشيء اللي وصلت له لحد الآن وشو الشغلات وتطلعاتها للمستقبل. فأنا نحن نمثل سوريا بمثل هيك عمل ملحمي هو كان كتير إنجاز ضخم، ما كان سهل أبداً، ما كان ببساطة أنه يعني نحن بعد كل هذا الظرف أنه نطلع نقدم هيك عمل كتير كبير، فيعني أنا كتير افتخر فيه. نعم أكيد، مثل ما قلتي رشا حكينا طب وحكينا موسيقى، خلينا نحكي أكثر، بتقني أكثر من لغة صحيح؟ صح. قديش فادك هذا الشيء بمجال عملك؟ هلأ هي في إلى شقين، أنا بالنسبة لي اللغات هي أول شيء أنا بحبها طبعاً، بس كمان في نقطة تانية إنه أنت بس تحكي أكثر من لغة معناتها أنت عم تحكي أكثر من ثقافة صح. يعني أنت صرتي بتعرفي مثلاً إذا عم تقري كتاب لثقافة معينة أو عم تسمعي فن صحيح. أو عم تسمعي أغنية مثلاً أو عمل موسيقي لأي دولة، أنت صرتي تقدر تفهميه بطريقة تانية، يعني ما عادتي مثلاً تفهمين ترجم، أنت صرتي بتفهميه بلغة وهنا كيف يفكروا يعني مثل نحن عنا الشعر لنفرد تمام أو موسيقتنا نحن الشرقية والمكتوب معها شعر مرافق لها، نحن كعرب بنقدر نفهمها أكثر من أي حدا تاني عم يجي يسمعها ما عم يعرف الحكي المكتوب هو نحن شو بنقصد فيه أو شو مشاعرنا فيه. فأنت باللغات هي فعلياً أنت بتقري ثقافات، خاصةً أنه في لغات كتير مهمة مثلاً أو كبيرة، نحن أكثر شيء نحن شائع عنا اللغة الإنجليزية صحيح، بس مثلاً اللغة الإسبانية هي لغة محكية أكثر منا بالعالم، وثقافاتهم هي ممتدة على كتير دول، يعني عندك أنت أمريكا تقريباً كلياتها القارة الشمالية والجنوبية بأمريكا بتحدثوا الإسبانية، وفي عندك كتير دول بأوروبا بأفريقيا بتحدثوها، فهي ثقافة ممتدة على قارات، فأنت بس تحكي هاي اللغة أنت عم تحكي عدة ثقافات، هي فكرة مهمة كمان، فلهيك أنك تحبون، يعني هي طبعاً مو بس بتفيد بالثقافة، بتفيد اقتصادياً، يعني الشخص اللي بيحسبها لبعدين أنت بتفتح لك مجالات أكثر، مجالات تشتغلي أكثر من شغل، هي بالنهاية خبرات جديدة وثقافات جديدة، مجتمعات اليوم نحن قادرين نتعرف من خلال هاي اللغة على مجتمعات جديدة طبعاً. بعيداً عن مجتمعنا اليوم، هيك كلمة أخيرة اليوم لكل صبية عندها طموح مثل حضرتك، يعني اليوم نحن ما نضل كإعلاميين أو كطبيبة، اليوم عندنا مواهب عندنا إبداعات باتجاهات تانية نحن قادرين نشتغل عليها، شو بتحبي تقولي اليوم هيك مرتك؟ هلا أنا بالنسبة لي طالما الشخص في عنده عمل وفي عنده طموح تاني الشغلة بتصير إلى علاقة بنوعية الجهد مو بكميته، يعني مو بعدد الساعات اللي بتقدمي فيها أنت الشغل بي ممكن تكون انت مثلا ناس معها 30 ساعه لتقدم هذا الشغل وفي ناس معها 5 ساعات، فانت الشغل له علاقه بكيف انت عم تبذلي جهدك مو بكثرته. اكيد يعني هلا انا طالما لحقت اشتغل هذا الشيء معناته اكيد اي حدا هو ممكن يكون عنده قدره مثلي واكثر لحتى يدور وراء طموحه، بس هي اهم نقطه، الفرص هي ما بتجي لعند الشخص، هي بتجي قريبه منه، حاول يعني لازم يلقطها اكيد، وما في حدا ما بتجي فرص، الشغله لها علاقه بنظره الانسان لنفسه وبالشغلات اللي عم تصير حواليه، انه انا انه لا انا مثلا بلا حظ وانا فلان هو عم ينجح لانه هو محظوظ اكثر مني. كنت عم نحكي بموضوع الطاقه بالفقره اللي قبل، يعني هي كثير الناس على فكره بتصير عندها انه انا ما عندي حظ وانه انا فلان محظوظ اكثر مني لهيك هو عم ينجح، لا صراحه هي الشغله علاقه بنظرتك للموضوع، بجوز تكون انت عم تجي لعندك الفرص بس انت ما بتعرف انه هي فرص، فانت هذه الفرص المناسبه ونوعيه الجهد اللي عم نبذله هي اهم شيء للشخص اللي حابب يحقق نجاحات كبيره. ولو سريعاً عندك سفره عم تتحضري الى الجزائر للمشاركه بالمهرجان إن شاء الله، خلينا نحكي عنه. نحن بعد يومين إن شاء الله طالعين على الجزائر في المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية، رح نشارك فيه رح نمثل سوريا طبعا في مجموعة كبيرة من الدول رح تكون مشاركة من كل دول العالم، فنتمنى يعني نحن بس نعرض الشيء اللي نحن طالعين نقدمه إنه يكون على مستوى حلو. إن شاء الله كل التوفيق. نتمنى لك أكيد التوفيق، ونحن اليوم فخورين بكل شخص وكل نشاط سوري خارج البلد. شكرا لحضورك وشكرا للجمال والطاقة الحلوة اللي عطيتنا إياها. أهلا وسهلا بحضرتك. الطبيبة وعازفة الكمان ديما خيربك، شكرا لوجودك معنا لليوم. شكرا. أهلا وسهلا. أما هلأ رشا صار الوقت لنروح لختام صباحنا، غير نتمنى نهار ظريف يحمل معه كل الخير والرزق وراحة البال لكل السوريين والسوريين، والمكان دائما يكونوا بألف ألف خير.
شكرا يا نرمين، وبقيت نهار حلو لإلك وبقيت نهار حلو لكم مشاهدينا. بدي اتشكر الكادر الفني والمعد رزاني اللي رافقونا بصباحنا لليوم. لاقونا بكره بصباح جديد، من هلا لوقت تكونوا بألف خير. كونوا بخير، باي 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 باي.